هنشوف هنا بسم الله ما شاء الله كام زغلول. طاجنين اهم فيهم زغلول بسم الله ما شاء الله، والاهالي بتاكلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما شاء الله لا قوه الا بالله، قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. اربع زغلول هنا اثنين وهنا اثنين اهو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما انا لازم اتصرف، انا مش هرميهم او اسيبهم يموتهم او اسيب البيض يبوظ. المهم ان انا انقذهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشون عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة الفيديو حكاية، حكايتي مع أم إبراهيم. حكايتي مع أم إبراهيم بدأت إزاي؟ الأول اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، وتعالى على طول نبدأ الفيديو. الحكاية إن أم إبراهيم كلمتني عايزة قص لاحم وعايزة قصين زاجل. طلبت مني القص اللاحم يكون لسه أول شغله، محصاش عندي. الكلام ده من حوالي 10 أيام. اتفقنا إني هديها القص اللاحم، وليكن القص اللاحم ده مثلاً، طبعاً شحنت الحمام بس أنا بوري لك إزاي. القص ده مثلاً أنا بجهزه إن هو يحص عندي، طبعاً كلكم عارفين أنا ببيع الحمام إزاي. أنا بجهز الشباب في أوضة تانية كده لوحدها، جوزي اللي أشوفه هيشتغل خلاص أول شغله أجيبه في السلكة كده. اجربه يبيض عندي البيضة الاولى والبيضة الثانية، اكشف على البيض، البيض عمران، ابدأ اعرضه للبيع، ما ببيعش غير كده. لكن طبعا هي عايزة القص اول شغله، فجهزت لها القص زي ما هو كده تمام التمام قدامي، لكن لسه ما حصاش. القصين الزاجل فما فيش مشكلة فيهم، ما نتكلمش فيهم. المهم برضو ان هم كانوا في السلكات زي كده، بس انهم ان هم يبيضوا او ما يبيضوش، هم كانوا شغالين قبل كده يعني فمتجربين، لكن انا ما اعرفش هم يبيضوا امتى. خلاص تمام، كلنا حاطينهم كده في السلاكه، ما نعرفش هيبيضوا امتى. طيب هتبعتي امتى يا ام ابراهيم؟ انا هبعت السواق بكره من جنبنا من جنب البيت عشان يجيبهم لي ويكون قريب مني. يعني طبعا المسافه بيننا وبينهم، بلد بيننا وبينهم حوالي 40 50 كيلو، مش بعيده يعني. لكن هي ايه قالت ان هي تبعت مع السواق الفلوس اللي هيجيب الحمام، هياخد الحمام ويعطيني ثمن الحمام، فما كانش المشكلة في كده يعني. لكن هي طبعا عشان سيدة، انا كنت بصور الحمام لاي حد افضل يعني يكون كل شيء موثق، بصور له الحمام كده بالشكل ده في السلكة مع بعضه، وان كان محصي بحصاة وان كان بزغليل نصوره بزغليله على الطبيعة، وبنقول اللي هيشتري على كل شيء في الحمام ده. لكن طبعا هي عشان هي سيدة، فانا احرجت ان انا اطلب منها واتس، او هي ما عرضتش عليا واتس، فانا احرجت ان انا اطلب منها واتس، ان انا ابعت لها صور الحمام، اصور لها الحمام وابعته لها على الواتس. فهنبعت السواق بكرة. حاضر يا ام ابراهيم. ماشي يا ام ابراهيم. السواق ما جاش بكرة، ما جاش لي ام ابراهيم، اصل كان عنده ظروف. المهم بعدها سكتت كام يوم، قلت يمكن صرفت نظر. بعدها بكام يوم طلبتني، قالت السواق هيجي بكرة. السواق ما جاش بكرة، هيجي بعده. ماشي هيجي بعده. المهم اليوم اللي هي قالت خلاص السواق هيجي اكيد، قلت لها حاضر يا ام ابراهيم. فبصيت لقيت القص اللاحم النتاية عليها حصواية، هتبيضها النهاردة او هتبيضها بكرة مش متذكر بالظبط، بس لقيتها عليها الحصواية خلاص هتبيض. وبصيت لقيت قص من القصوص الزاجل، طبعا كان كل واحد كده في سلكة زي كده، بصيت لقيته برضو النتاية عليها حصواية، اصبح اتنين عليهم حصواية. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان انا اتعلمت من الدرس ده، ولازم انت كمان تتعلم معايا. انا مش زعلان منها ام ابراهيم ولا حاجة، لكن انا برضو بقول المشكلة دي علشان كل واحد فينا ما يقعش فيها تاني. طيب المفروض ان انا مشحنش حمامة وهي عليها البيض، لكن طبعا هم دول اللي انا اخترتهم لام ابراهيم، فما عادش ينفع، وحبيت ان انا اكرمها فاعطيها احسن حاجة، فقلت يبيضوا عندها. اما تبيض عندها الحمام تفرح بالبيض، ان الحمام بيض عندها اول ما جالها بيض عندها على طول. لكن جت المشكلة ما حصلش كده. فانا طبعا كنت اتمنى ان هم مش يبيضوا عندها بيض، ان هم يبيضوا حتى عندها زغليل، ينزل زغليل على طول عشان تعرف ان انا مديها حاجة كويسة، كنت اتمنى كده. لكن اللي حصل ان انا اديت لها الحمام وانا خايف ان هو من الرجة بتاعت الطريق وتغيير المكان الحمام يتحشر فيه البيضة، ما يبيضش البيضة وما ينزلش البيضة. وفعلا ده اللي حصل. اطلبها تاني يوم بعد ما شحنت الحمام، ايه ام ابراهيم الحمام باض، انت زاجل وانت لاحم باض، وتقول لي لا مفيش حاجة. تالت يوم مفيش حاجة، ايه يا ام ابراهيم؟ طب ابعتهم لي، ابعتي لي اللي ما باضوش تاني
الحق انزل لهم انا البيضه، ما ينفعش الحمام خساره يموتهم هيتعبهم من البيضه المحشوره فيهم. تقولي بعدها بكام يوم قالت لي ان فيها الزاجل، ان هي ما عليهاش بيضه. قلت ما يهمش، يمكن نزلتها في اي مكان. قلت مش مشكله، طب ابعتي لي القص اللحم اغيره لك او ابعت لك فلوسه او اي حاجه اللي انت عايزاه، او عايزه تبعتي الحمام كله مفيش مشكله، المهم نلحق الحمام ما يتحشرش فيه البيضه، ممكن تموت النتايه. البيضه لو اتحشرت في النتايه ممكن تموت. لا، وقالت لي كلمه يعني اول يوم لما خدت الحمام وحطته في السلاكه او حطته عندها ما اعرفش، لقيتها بتقول لي يا عم مصطفى الذكر اللاحم مش بتاع النتاية اللاحم دي، وهي النتاية عليها بيضة وهتبيض، وهي جست البيضة وقالت لي ان هي عليها البيضة محجرة فيها البيضة. ما اعرفش كل ده وشك فيا، ام ابراهيم متابعاني على القناة وهي شك فيا بعد كل ده، يعني كل اللي انا بعمله ده وكل اللي انا الاخلاص اللي عندي ان انا والله عايز اديكي النتاية مش تبيض بس، انا عايزها تبيض زغليل. شوف لو اقدر اعمل كده كنت عملت كده. دي كلمة دي مزعلاني قوي، النتاية مش بتاع الذكر. ده انا حالتها هنا مع بعض كده ومتجوزين بعض بالشكل ده في سلكة واحدة في عيون، وبستناها ان هي تبيض عشان اسلمها لزبون، وبعد ما بقى عليها بيضة وباضت وتقول الذكر ده مش بتاعها، طب انا اديك ذكر مش بتاعها ليه؟ بعدها بكام يوم فات اسبوع لقيتها بتقول لي خلاص يا عم مصطفى النتاية باضت. قلت لها طيب الحمد لله، الحمد لله ام ابراهيم ان النتاية باضت. خلاص اما النتاية باضت انا ارتحت، عرفت ان هي النتاية ممكن تكون باضت البيضة الاولى في اي مكان، او سقطت منها اتكسرت في الكرتونة او اي شيء، يعني مش مشكلة البيض، المهم صحة الحمامة بعد كده تبيض تاني. طب هتعملي ايه يا ام ابراهيم؟ قالت خلاص سيبهم بقى حلوين انا عايزاهم، وشوف لي كمان قص زاجل. الحمد لله انها اتردت، بس انا بصراحة انا تعبت من المشكلة، وكنت عايز اخلص من المشكلة فمش عارف اخلص من المشكلة دي ازاي، فهي جت من عند ربنا النتاية نزلت البيضة. بس اتعلمت انا من الموضوع ده درس ومش هنساه تاني ابدا، الدرس اللي انا اتعلمته ده ازاي يعني. والله بعدها على طول كان فيه واحد عايز مني قص لحم، وكان في المكان ده، كان هنا بالظبط كده، وصورته له وقلت له تعالى خده، فهو حدد ميعاد قال لي يوم الجمعه بعد الصلاه، فانا طلعت يوم الجمعه بعد الصلاه لقيت النتايه بتبيض، النتايه قاعده تبيض قاعده خلاص بتنزل البيضه. فقلت له معلش انا يعني لو اديتك النتايه ممكن النتايه تتعب ولا حاجه البيضه تتحشر فيها، والله ده اللي حصل. فقلت له معلش سيبني نص ساعه او ساعه كده لو تشرب شاي على القهوه ولا حاجه، فالراجل معرفش زعل مني ولا ايه فخد بعضه ومشي. بس معلش والله انا يعني كان قصدي ان انا اعطيك حرصي ان انا اعطي الزبون او ما بعتبره زبون كلكم اصدقائي واخواتي، عايز اعطي كل واحد احسن حاجه عندي. فده اللي قلت له معلش باخدها ان شاء الله، تاخدها بالبيض بتاعها بس استنى عليها لما تنزل البيضه على هو، لان هو اللي حدد الميعاد. انا لو انا اللي محدد الميعاد هقول لك استنى لما النتايه تحصي واكشف على البيض، ده لو انا اللي محدد الميعاد. طيب حد هيقول لي طب انت بتعمل ايه في البيض وفي الزغاليل اللي انت بتشيلها ديت، انت بتقعد تقول لنا انت بتسيب البيض؟ طيب هقول لك انا بعمل ايه اهو، تعالى كده اهو، ده اللي انا بعمله. لو شفنا دول كده هم دول ثلاث زغاليل اهو، ده اللي انا بعمله. هتلاقيني عامل كده مش بتصرف يعني، هم دول ثلاث زغاليل اهو بسم الله ما شاء الله، وبحطهم للاهل يتاكلهم، وبحط ثلاث بيضات وبحط اربع بيضات. هنشوف هنا بسم الله ما شاء الله كام زغلول، طاجنين اهم فيهم زغاليل بسم الله ما شاء الله، والاهالي بتاكلهم ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. أربع زغاليل هنا اثنين وهنا اثنين أهو، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما أنا لازم أتصرف، أنا مش هرميهم أو أسيبهم يموتهم أو أسيب البيض يبوظ، المهم إن أنا أنقذهم. وهنا برضو لو شفنا أهو، أنا برضو حاطط لهم دول قص زاجل، حاطط لهم زغلول لحم، هتلاقيه باين حتى أكبر منه. هنا كمان أهو بسم الله ما شاء الله، برضو هنا قص زاجل حاطط له، لما تلاقي ثلاثة زاجل وواحدة لحم، أربعة هم بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلازم أشغل نفسي برضو، الموضوع مش بالسهل كده. أنا محضن أهو برضو أربع زغليل من الحمام اللي أنا ببيعه، الحمام اللي أنا ببيعه معاه زغليل أو معاه بيض بحضن كده، وبرضو بتابعهم هتلاقي فيهم برضو الضعيف، فلازم أكل أو أنقل، يتأكل يدوي يتنقل. انا هنقل من دول برضو واحد او حاجة، هسيبهم يبقوا ثلاثة بس بعد ايه لما الاقي مكان كده مناسب اقوم ناقل فيه،
لكن ما فيش مكان مناسب بأكل يدوي الزغلول الضعيف. يعني أمر عليهم مرة كده في اليوم، الجعانة أكله، واللي عايز مية أعطيه مية، ما هسيبهمش كده الأربعة من غير متابعة. شوف هنا أنا حاطط برضه هو أربع بيضات، اللي يفقس منهم بتابعه، وطبعا كاتب عليهم التواريخ. لو شفنا هنا اهو زي ما انا ايه البيض الحمام باض، بكتب التواريخ اهو. شوف هتلاقيهم في اربعة ايام مختلفين، واحد اتناشر واتنين اتناشر لحد اربعة اتناشر. بعد ما يفقسهم ببدأ انقل اهو، يوم واحد واتنين، واحد واتنين وتلاتة واربعة اهم. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. اللي يفقس منهم قبل التاني بتصرف، لما تشوف الزغلول المهم يفقسوا عندي وانا هتصرف بنقل بعد كده. طيب المهم اللي استفدته من الموضوع ده وخدت درس جدا، ان انا مش هشحن لحد حمام الا بعد تصوير الحمام في الواتس. حكايه ام ابراهيم علمتني درس كتير، ارجو ان انتوا كمان تكونوا اتعلمتوا منه، انك ما تشحنش لحد حمام غير بعد ما تبعت له فيديو على الواتس، الفيديو يكون موثق، نبعت له الفيديو على الواتس، وفي نفس الوقت ما تشحنش حمام وعليه بيض. تمام، ما تشحنش حمام وعليه بيض، ولازم تصور الحمام فيديو قبل ما تبعته للمشتري. واحنا ما بنعتبرش الناس اللي معانا مشترين، اللي بياخد حاجه بنقول له لو فيها اي شيء معاك اسبوعين، لو في حاجه رجع الحمام. لو الحمام ما حصاش عندك بعد اسبوعين الحمام بتاعي. ده اللي انا بقوله لاي حد بيشتري مني قص لحم او قص زاجل. احنا في موسم الانتاج ما ينفعش يقعد عندك اكتر من اسبوعين من غير ما يحصي. دي حاجة. لكن في حاجة كمان لازم اقولها برضو، علشان برضو بعض المربين او بعض المشترين بيعملها. هو اشترى مني قص مثلا لحم وحطه في العين دي، حطه في العين دي مثلا اسبوع، الحمام ما باطش بمدة اسبوع، ام شايله من العين دي بعد اسبوع ام نقله هنا، بعد اسبوع ام نقلهولي هنا. طيب ما هو هنا هياخد برضه مدة تاني على ما يتعود على المكان. اعمل حسابك ان انت لو نقلته من مكانه من مكان لمكان، حطيته في شيلته من هنا حطيته في المكان ده تاني هنا، هتبدأ تعد من اول وجديد. يعني ما تجيش تقول لي الحمام عندي بقاله كتير، لا، المهم في المكان ده بقاله قد ايه. الحمام عندك في نفس المكان بقاله قد ايه، من هنا تبدأ تحسب. لو هو بقاله هنا اسبوعين قول لي ان الحمام ما باطش اسبوعين، لان المنظر ده حصل برضه مع حد. اجي الحمام ما باطش، قلت له ليه انت نقلت الحمام؟ قال لي اه انا نقلت الحمام كان في مكان ونقلته في مكان. قلت له ما هو ده السبب، سيبه مستقر في مكان واحد. ساب الحمام مستقر في مكان واحد، بعد ايه 10 ايام قال لي الحمام باض يا عم مصطفى الله يبارك لك. والحمد لله احنا بنتابع مع الناس اللي بتشتري مننا حمام لاحم او حمام زاجل، مفيش اي مشكله الحمد لله. لو في اي مشكله احنا معاكم. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.